يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله السميع البصير، أحمده سبحانه عليم بكل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الدعوة إلى عقيدة التوحيد هي أول شيء قام به النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حجر الزاوية في بناء الأمة المسلمة وأساسها المتين. فتوحيد الله عز وجل هو الذي تصلح به الحياة، وهو الذي تزكو به الأعمال. توحيد الله عز وجل يعني أن الله جل في علاه هو رب العالمين، وأن لا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه. فالإيمان بالله معناه الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء، وأنه المستحق وحده للعبادة، وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقصان. وهذا التوحيد إذا حققته الجماعة، إذا انتشر في المجتمع، حصل لأفراده من الآثار العظيمة والثمرات الواضحة في حياتهم ومعاشهم ما لا يمكن حصره. فأعظم نعمة على الإطلاق ينعم الله بها على عباده المؤمنين العقيدة الصحيحة، ذلك أن أي عقيدة لا بد وأن تنعكس على السلوك والعمل، والسلوك هو أساس سعادة الإنسان وشقائه في الدنيا والآخرة. فالأخطاء لا تكون إلا من عقيدة فاسدة، فالتقصير ينطلق من عقيدة فاسدة، وينطلق الخوف من عقيدة فاسدة، ولب النفاق فساد في العقيدة، والظلم يكون بسبب عقيدة فاسدة، والإجرام مصدره عقيدة فاسدة. واليوم بعون الله جل وعلا سنتكلم على اسمين من أسماء الله الحسنى، وصفتين من صفاته العلى، ألا وهما السميع البصير. فمن أسماء الله سبحانه السميع البصير، ومن صفاته عز وجل أنه يسمع ويرى. فالله سبحانه له السمع المطلق، فلا تخفى عليه حركة، فهو يسمع الأصوات التي تصدرها النملة عند سيرها، وهو سبحانه لا ينحجب عنه شيء، فهو يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هذه هي عقيدة المسلم الصحيحة التي تنجيه يوم القيامة، ولا أظن أحدا ينكر ذلك بلسانه. ولكن
من يسب الدين، من يشتم إخوانه المسلمين بسبب ومن دون سبب، هل آمن حق الإيمان بأن الله يسمعه؟ من يتفكه في مجالسه يتفكه بأعراض المسلمين غيبة ونميمة، هل آمن حق الإيمان بأن الله سميع عليم؟ من يطعن في علماء المسلمين وينتقصهم ولا دليل له على قوله ولا قدرة له على بلوغ مكانتهم، هل آمن بقوله سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ والله عز وجل، الله عز وجل يذكر عباده، يذكرهم بثمرة الإيمان بأسمائه وصفاته، فيقول سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وهذا استفهام إنكاري للتوبيخ والوعيد، والقاعدة أن إنكار النفي إثبات، ومعنى الآية قد علم بأن الله يرى، يرى ما يفعل عباده، الله سبحانه مطلع على أحوالهم، ولهذه الرؤيا ما بعدها بلا شك. فالله جل في علاه سيجازي كل عبد بما يعلم من حاله، فهل يا ترى، هل يا ترى من يختفي عن أعين الناس وينتهك المحرمات قد علم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى من يختفي خلف جهاز الحاسوب يبث مقاطع مخلة بالدين والأخلاق، ينشر الفساد، يساهم في نشره؟ ألم يعلم بقوله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ ألم يعلم بأن هذه الآية تشمله؟ ألم يعلم بأن الله يرى من يتستر بأسماء مستعارة في صفحات التواصل الاجتماعي فيسب هذا ويشتم ذاك؟ لم يسلم من كتاباته، لم يسلم كبير ولا صغير، شريف ولا وضيع، يظن أن الاسم المستعار ينجيه، فبئس الظن ظنه، فبئس الظن ظنه، وبئست العقيدة عقيدته. ألم يعلم بأن الله يرى من يتستر باسم الدين لينال حاجاته الشخصية، ليحقق مكاسب دنيوية؟ فهل مثل هؤلاء، هل مثل هؤلاء تدل أعمالهم على أنهم يعبدون ربًا سميعًا عليمًا بصيرًا، أم أن لسان حالهم يقول إنهم يعبدون ربًا أصمًا أعمى؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ثم يتوعد الله سبحانه، يتوعد من هذا معتقده، فيقول: لئن لم ينتهي عن هذا المعتقد ما جزاؤه؟ لنسفعن بالناصية، أي ليدفعن دفعا من شعر رأسه، يدفعن إلى نار جهنم عياذا بالله. وعند ذلك لن ينفعه اختفاء خلف لوحة مفاتيح أو تستر باسم مستعار أو بادعاء دين صحيح. نسأل الله جل في علاه، نسأله أن يرزقنا عقيدة صحيحة تكون في قلوبنا وتنعكس على سلوكنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حذرنا طريق اليهود المغضوب عليهم وطريق النصارى الضالين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الخلل العقدي عباد الله يعود حتماً بالخلل في السلوك، يعود باضطراب في المجتمع، فسوء الخلق دليل على ضعف الإيمان والعقيدة، إن لم تكن واقعاً معاشاً في حياة صاحبها فلن تنجيه من عذاب جهنم إلا أن يتداركه الله برحمته، فهي كعقيدة اليهود الذين عرفوا الحق ولم يؤثر فيهم. فالإنسان عندما يتصرف بمقتضى عقيدته السليمة الصحيحة يشعر بأنه إنسان خير، إنسان قوي الإرادة، يتغلب على نوازعه الشريرة، على شهواته المهلكة، ويرتفع بنفسه، يرتفع إلى ما يرضي ربه، فهو في كل عمل يعمله سواء أكان هذا العمل مع نفسه أو مع ربه أو مع الناس، سواء أكان هذا العمل سراً أم جهراً، يدرك إدراكاً جازماً أن الله معه، ويتذكر دائماً أن الله مطلع عليه، أن الله يراه أينما كان، فيجتنب المحرمات ما دامت هذه العقيدة ملازمة له. فيا من منّ الله عليهم، من عليهم بكيفية استعمال وسائل التواصل الإلكترونية، افهموا غاياتها واسموا برسالتها واجعلوها للبناء لا للهدم، اجعلوها للإصلاح لا للإفساد، استعملوها في معالي الأمور واجتنبوا سفاسفها. واستحضر أيها المسلم، استحضر عند دخولك لهذه الشبكة، استحضر عقيدتك بأن الله سميع بصير، فهو سبحانه يسمع ما تقول، فهو سبحانه يرى ما تكتب، فلا ترين الله منك إلا خيرا. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويلهمنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم فرج همنا، اللهم اكشف غمنا، اللهم نفس كربنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أبدل حالنا إلى خير حال، اللهم أبدل حالنا إلى خير حال، اللهم أبدل حالنا إلى خير حال، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم لم شملنا، اللهم لم شعتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع شتاتنا، اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، اللهم اجعل دائرة السوء عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.